طيب، وهنا أتحول لي دكتور محمود الأفندي، عاد مرة أخرى إلينا الخبير بالشأن الروسي. إذن بوتين لم يحقق في أوكرانيا غير الدمار، لم يحقق أي أهداف قد وضعها قبل بداية الحرب وتورط في هذه الحرب. وهنا السؤال دكتور محمود، ما سر استعصاء مصنع أزوفستال حتى الآن على الروس في ماريوبل؟ أول شيء بدي بس أعقب على نقطة صغيرة، إنه روسيا لما حطت، لما واحدة ولا محلل عسكري روسي عفوا ولا خبير عسكري روسي قال، ولا حكومة روسية قال هي معركة سهلة يمكن أن تبقى بثلاث أيام مثل ما حكى السيد أحمد. إسقاط كييف بثلاث أيام، مو المعركة، مو المعركة، أنا ما قلت المعركة، قلت إسقاط كييف، احتلال كييف. يا خليني أحكي، أطلع من اللقاء خلصنا. أولاد هديدي، أنا ما تفضل دكتور محمود اكمل. احكي انت بتستفيد في شيء، تسمعني مو تسمع اللي جنبك حكى، خلصنا. اكمل يعني اكمل دكتور محمود، انا اعطيك الفرصه الان، اكمل. كله كذب بكذب وانا سكت. اكمل اكمل، ضيعت الوقت دكتور، خلص كمل دكتور تفضل. لك هلا اذا بدي اقاطعني ما راح كمل. كمل دكتور تفضل، تاخذ من التعاطر ما يقاطعني. كمل يا دكتور، كمل دكتور. اول شيء روسيا دخلت المعركه هدفها هي تحرير الدنباس واللوغانس، تحرير من القمع والارهاب اللي اتى فيه الغربيين الاوكرانيين اللي اخذوا السلطه بالعنف عام 2014. اذا بتحكي على زيلينسكي انه رئيس منتخب ولكن اشاعاته انتخابيه كان يدعي السلام مع روسيا، لذلك انتخب. ماشي، شرق اوكرانيا بحاجه لتحرير، روسيا مهمتها العسكريه شرق اوكرانيا واجتثاث النازيه وتحييد اوكرانيا عن تضييق تدمير بنيتها العسكريه التحتيه. الان البنيه العسكريه الاوكرانيه مدمره تقريبا، لذلك زج السلاح عم بيجي من 24 ساعه بال 24 ساعه وما عم بيلحقوا ذخيره وكله عم بتدمر. ماشي، امبارح اخر كتيبة الدب هذا مدافع انضربت في جسر الديبر عن بقت أبية. يعني هذا شيء نعرفه كله، انه البنيه العسكريه الان البنيه العسكريه الاوكرانيه تدمرت. الان مشكله ايام لما يسمى قطاع. بالنسبه لازوفستال، ازوفستال هو معمل بنوه الاتحاد السوفيتي، من بنى هي مدينه تحت الارض، هناك حوالي 2000 مقاتل من وازوف. الروس بعمليته العسكريه لا يريدوا ان يغامروا لانه هي مدينه كامله تحت الارض، يمكن ان يقتل مجهود الروس كثير في هذه المعركه، لذلك امر الرئيس بوتين بحصار هذه المدينه. حصار المدينه يعني هي مدينه حوالي 13 كيلومتر مساحتها، تحت الارض في جمهوريه كامله من حوالي 7 طوابق، فيك الخريطه تشوفها على الانترنت، مدينه كامله مش ديك الباصات والقطارات، في باصات وقطارات في تحت المعمل، يعني كانت تحمل الى البورت الموجود وراء معمل أزوفستال. فلذلك روسيا عملت طريقه المحاصره حتى يخلص ذاكرته عن طريق التدمير الممهد، يمكن ان يخرجوا او يسلموا انفسهم، لانه لم يبقى جيش اوكراني، الجيش الاوكراني كله سلم نفسه، كان اخر كتيبه اوكرانيه 1300 مقاتل، كلها شفناها على التلفزيونات كيف خرجوا مرفوعين الايدي وخرجوا وسلموا على الروس. ماشي، هذا شيء موجود. بالنسبه لما يسمى اذا من الذي يدافع عن اوكرانيا اذا كان الجيش الاوكراني سلم نفسه دكتور محمود؟ بعدلك هي عصابة أزوف لأن إرهابية، عصابة إرهابية أخذت المدنيين دواء بشرية، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا المشكلة الوحيدة إنه الإعلام اللي عم غطي هلا عم غطي حرب أوكرانيا، والإعلام ما غطى من 2014 ل 2022 الانتهاكات اللي كانت بحق شرق أوكرانيا. بوتين لا يريد، وروسيا لا تريد غرب أوكرانيا، على فكرة غرب أوكرانيا قريبا راح تاخذه بولندا، مش هيكون في علمك امبارح الرئيس بولندي صرح بهالشيء، غرب أوكرانيا حيسيطر عليه، يعني قريبا ما راح يشوف دولة أوكرانيا ولا رمز، حتى رمز ما راح نشوفه قريبا، لانه ما بقي من اوكرانيا ستسيطر عليه بولندا. هذا امبارح خطاب الرئيس البولندي، رئيس الوزراء خطبه على الجد البارحه عليا، فيك ترجع وتشوفه البارحه. ماشي؟ يعني بما معناه روسيا طلبت عده مرات بانه دخلت الحرب بس لتحرير الدنباس، لتحرير الدنباس، ليس لها اي مصلحه في كييف، لا تريد تسقط، ولكن دخلت كييف لنقطه واحده فقط لتفريغ مفاعل تشيرنوبل الذي هو بعيد عن كييف حوالي فقط 67 كيلومتر على مدينة تشيرنيف، لذلك دخلت روسيا حوالين كييف لتفريغ المفاعل النووي. أول مرة بسمع. فرغته من كل شيء موجود نووي يمكن أن يستخدم في المستقبل لإنتاج أسلحة نووية. ماشي، هذا أمر مهم جدا، لذلك دخلت روسيا إلى كييف، لم تدخل وانسحبت حتى انسحابها لك المعارك، يعني دخلت شو بس الانسحاب، انسحب الجيش الروسي، دخل الجيش الأوكراني بعد 4 أيام. يعني إذا كان في معارك وكان الجيش الاوكراني الجيش الروسي محاصر، بعد 4 أيام بدخل جيش، يعني بتجيب اي خبير عسكري بتضحك على كلام، شيء واضح يعني.
اوكي، فروسيا هي من مهمة تدبير، لانه الرئيس زيلينسكي قبل عمليه عسكريه كان في ميونخ وقال انه اوكرانيا ستصبح دوله نوويه. لذلك روسيا لما دخلت سيطرت على اهم اثنين فراتوي، تشيرنوبل افرغته وزاباروجي الان حتى الان تفرغه، حتى باعتراف الرئيس زيلينسكي. طيب وصلت فكره حوالي اربع من حوالي شهر قال روسيا افرغت بالكامل تشيرنوبل من كل النووي. يعني الان اذا اوكرانيا فكرت ان تستخدم تشيرنوبل او تطلع منه يورانيوم مخصب هي بحاجه ل 100 سنه. يعني حتى الاجهزه التي تعمل على تخصيب اليورانيوم خلعت ونقلت الى روسيا. هذا شيء وصل دكتور محمود. تمام وصلت فكره دكتور محمود. اذا اعود لضيفي السيد فراد الشيخ بكر.